الناموس الذي هو ظل وحرب، رأينا نحن المؤمنين رمزا هو أن كل ذكر فاتح رحم يكون مقدسا لله. فلنعظم إذن الكلمة البك ابن الأب الأزلي مولودا بكرا من أم لم تعرف رجلا. احفظني يا رب لأني عليك قد توكلت. هللويا. قلت للرب أنت هو ربي وليس لي في بعدك خير. هللويا. إلى القديسين والفضلاء الذين في أرض قد ارتاح كل الارتياح. هللويا. أما الذين يهرعون وراء معبود الآخر فقد كثرت همومهم، لن أقرب قربانهم من الدماء ولن أذكر أسماءهم على شفتي. هللويا. بل الرب هو نصيب ميراثي وكأسي، أنت هو الذي يرد إلي ميراثي. هللويا. نصيبي وقع لي في أفضل الأراضي، حقا إن ميراثي جالي. هللويا. أبارك الرب الذي فقهني في الليل أيضا، أدبتني كليتي. هللويا. جعلت الرب دائما أمام عيني لأنه هو عن يميني لكي لا أتزعزع. هللويا. لذلك فرح قلبي وتهلل لساني وجسدي أيضا يقتد مطمئنا. هللويا. لأنك لن تترك نفسي في الجحيم ولن تدع قدوسك يرى فسادا. هللويا. هللويا.
عرفتني طرق الحياة، تملأني فرحا أمام وجهك، عن يمينك نعيم الإله الأبد. أليلو أليلو الخير. بدي أولاً أتشكر هالجوقة الحلوة اللي هم طلاب وشايفهم زي سنة أولى وسنة ثانية، صف أول صف ثاني، بهالجهود الطيبة من أخونا بشير. مرة ثانية بحب أتشكرك على هالوقت اللي عم تعطينا إياه، وعلى المحبة اللي بتحاول إنك تبينها لنا، خصوصاً من خلال إنك توصل لنا التعليم الترنيم البيزنطي الأصلي وتعلمنا على أصوله على النوطة. فهذا علم بحد ذاته، وهو تراث مش ابن اليوم ولكنه تراث قديم، وإحنا بنحييه هنا مع شبابنا لحتى لين يسمعونا ترانيم رائعة جدا، ويخلوا الموجودين بالكنيسة يمجدوا الله تعالى. من صلى من رنم فقد صلى مرتين. أنا بعرف اطلعت على الكتاب وطلعت على هالكاسيتات اللي عاملهم، وشفت فعلا انه عامل جهد، الله يقويك، جهد كبير عظيم بالرغم من التحديات الكثير الموجوده بوجهك، التحديات الكثير الموجوده بوجهك، لكن انت حطيت التصميم بالاراده اللي خلاك انه تتوصل لهالدرجات. اسم الله سمعت ترنيمه التررم، مش كل واحد بيقدر يجيبها، فأنت عملتوها مع خورس كمان، وهذا بهالجهود الطيبة بالإرادة، الإرادة الوطيدة والثابتة. حب الله تعالى بجعلنا نستطيع كل شيء، وبيسوع المسيح نستطيع كل شيء. وعندما نريد أن نحب يسوع فإذا نذهب إله، فإذا بدنا كل الحواجز نحطمها، مثل ما شبابنا هون وصبايانا اللي شايفينهم أجوا بالرغم من السقعة اليوم الموجودة، لكن شايفينهم، وأنا بتشكركم أنتم لأنكم بالدرجة الأولى شجعتوهم على هالشيء. بس بدي أحكيك بس نقطة ثانية اللي هي كمان زيادة على هالشيء، إنك عم بتخلينا نحب الليتورجية، نحب طقوسنا الشرقية، نرجع لأصولها، لكن أنت كمان ولدت بيناتنا، أو بالأحرى خليتنا نوعى لوجهة نظر إحنا يمكن غايبة عنا منعيشها، بس يمكن ما منسميها باسمها، اللي هي الروح المسكونية. لأنه من بيناتنا الموجودين كمان هم ليسوا روم كاثوليك، وبالتالي هيك قربت الناس لبعضهم البعض لحتى لين فعلاً يكونوا واحداً كما أنا والآب واحد. وهي صلاة يسوع وصلاة المسيحيين، خاصة من قبل أسبوع، إنه صلاة من أجل وحدة المسيحيين. فإحنا ما أنا بدي أشكرك شكر خاص، لكن بشكرك باسم كنيسة الروم الكاثوليك في الأردن، وبشكرك باسم الموجودين هون، باسم الشباب هون الموجودين معك والصبايا، وبنقول انه الله يوفقك بمهمتك برسالتك الحلوه في تمجيد وفي حب الله تعالى. الله يبارككم جميعا، شكرا لك، وشكرا لنور سات اللي ما بتتركنا دائما وبتضلها موجوده بكل الاحتفالات، لا بل مش بس موجوده انها تنقل لنا، ولكن عم تدعمنا بمحبتها الكبيره، وبنطلب لها دائما. احنا يمكن نقول لها بنرافقكم بالصلاه، بنطلب لكم النعمة والبركة من الله تعالى، لكن أنتم كمان ربنا يعطيكم القوة والشجاعة لحتى نكملوا رسالتكم، تحملوا يسوع،
تحملوا يسوع للعالم كله، وهي الشهادة اللي يسوع بده إياها، تكونون لي شهودا في أورشليم وسامرة وإلى أقاصي المسكونة. كل عام وأنتم بخير، شكراً.